بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الحياة العلمية وفنون الإدارة. لو حبينا نتكلم عن العلم في الإسلام وطرق نقله، هنلاقي إن الإسلام دعانا إلى العلم وضرورة التعلم، وليس أدل على ذلك من إن أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كمان هنلاقي إن كثير من الآيات بتدعونا إلى التفكر والتدبر في خلق الله، وكمان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام حثنا في أحاديث كثيرة على العلم وجعله فريضة على المسلم. كمان في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فداء الأسرى إن المشرك يعلم 10 من أبناء المدينة حتى يلقى حريته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو المعلم الأول، ومسجده بالمدينة كان هو المدرسة الأولى، وتخرج على يدي الفقهاء والعلماء. طب إيه أثر مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا تخرج منها أعظم العلماء اللي خرجوا من بعدهم أعداد ضخمة من الفقهاء الأجلاء وكبار المفكرين. كمان العلماء دول ارتحلوا إلى الأمصار والبلاد المختلفة لتعليم أهلها وتثقيفهم في أمور الدين والدنيا ونشر الدعوة الإسلامية. كمان العلماء دول كانوا هم أساس النهضة الإسلامية والحركة الفكرية فيما بعد. لو جينا نتكلم عن تطور الاهتمام بالعلوم في الدولة الإسلامية، هنلاقي إن في عصر صدر الإسلام اهتم المسلمون بالعلوم الدينية والشرعية، طبعا عشان كانوا عايزين يفهموا دينهم. بعد كده في العصر الأموي بقى الاهتمام بعلوم أخرى بجانب العلوم الدينية والشرعية عشان تتطور الحركة العلمية وتنهض الدولة. أما في العصر العباسي فبلغت الحركة العلمية ذروتها وقمتها في المجالين العقلي والنقلي، عشان الخلفاء العباسيين كانوا بيشجعوا العلماء والمفكرين والأدباء. طيب تعالوا نتعرف بقى على مراكز نقل العلم. كانت 5 مراكز، أولها المسجد، تانيها الكتاتيب، ثالثها مدارس الكبار، رابعها مجالس العلم، خامسها المكتبات. لو بدأنا نتكلم على مراكز نقل العلم في الدولة الإسلامية زي ما قلنا، هنبدأ بالمسجد. ده كان هو المدرسة الأولى، وأهميته إن هو دار عبادة ومقر لتنظيم أمور الدولة، وتقام فيه حلقات الدرس والعلم. فضل المسجد النبوي في المدينة مقر التعليم طوال عهد الخلفاء الراشدين، وكانت طريقة التدريس إن المعلم بيقعد في منطقة كده من المسجد ويلتف حوله الطلاب، فلما يتم الطلاب محاضرات الشيخ بتاعهم وينجحوا يسمح ليهم بالتدريس. كانت أجور المعلمين غاء وجه الله. لو جينا للكتاتيب هنلاقيها إنها أسبق المعاهد التعليمية بعد المساجد. دي ظهرت في العصر الأموي وكان هدفها تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ القرآن الكريم، ولما بيتم الطالب تعليمه فيها بيجيزه الشيخ بتاعه وبيسمى حافظ. الكتاتيب بتعد الطلاب عشان يلتحقوا بعد كده بمدارس الكبار. كان في حاجة اسمها المؤدب الخاص. المؤدب الخاص ده كان ظهر في العصر الأموي، وهو بيبقى عبارة عن معلم أو شيخ بيعلم أبناء الأسر الغنية في بيوتهم، فكانوا ما بيختلطوش بأبناء العامة، وكان المؤدب الخاص ده بيروح لهم مقابل أجر معين، يعني زي المدرس الخصوصي. لو جينا بعد كده لمدارس الكبار هنلاقي إن الطلاب بينتقلوا ليها بعد ما يستكملوا دراستهم في الكتاتيب عشان يتخصصوا في نوع من أنواع العلوم. وكانت المدارس دي بتزود بكل الاحتياجات بتاعتها من معلمين وأدوات علمية، وكل طالب كان بيبقى ليه مرتب شهري بيكفي احتياجاته ويخليه متفرغ بس للعلم. لو حبينا نتعرف على أشهر المدارس في العصر الإسلامي، هنلاقي أولا المدرسة النظامية. دي أسسها الوزير نظام الملك، ده كان وزير السلطان السلجوقي ألب أرسلان، تم تأسيسها في بغداد سنة 459 هجرية. وتاني مدرسة كانت مدرسة دار الحكمة أو خزانة الحكمة، دي أنشأها الخليفة المأمون في بغداد. وبلغ عدد المدارس في القاهرة في زمن الفاطميين 20 مدرسة، كان منها دار العلم اللي أنشأها الحاكم بأمر الله وألحق بيها مكتبة. كمان الأيوبيين اهتموا بإنشاء المدارس، فوصل عدد المدارس في وقتهم 25 مدرسة. كمان الأمويين اهتموا بإنشاء المدارس في الأندلس حتى وصل عددها إلى
80 مدرسة في قرطبة بس في القرن الرابع الهجري. نيجي بعد كده للمركز الرابع من مراكز نقل العلم في الدولة الإسلامية، وهي مجالس العلم. ودي كانت مجالس علم خاصة كانت بتعقد في قصور الخلافة والوزراء والولاة، وكان بيحضرها العلماء، وبيدور فيها يا إما مناظرات ومساجلات خاصة، يا إما مناقشة جميع القضايا بحرية كاملة، يا إما بيكون في تنافس بين العلماء عشان يتقربوا للخلفاء وأولي الأمر عشان يوصلوا للمناصب العليا، أو عشان يعلموا أولاد الخلفاء فيصبحوا زي المؤدب الخاص. المركز الخامس من مراكز نقل العلم في الدولة الإسلامية هي المكتبات، ودي بترجع أهميتها في الدولة الإسلامية إلى إنها أولا هي ساهمت في تقدم الحركة العلمية بلا شك، كمان زودت الباحثين بالمصادر اللازمة لاستخلاص بحوثهم، وساهمت في تقدم حركة النقل والترجمة خاصة في العصر العباسي الأول. لو جينا نبص كده مع بعض على تطور المكتبات في العصر الإسلامي، هنلاقي إن الأول هي كانت خزائن لحفظ الكتب، بعد كده بقى في قاعات للاطلاع يعني القراية، بعد كده بقى في حجرات للنسخ يعني للتأليف وللترجمة. ولو حبينا نتتبع أهم المكتبات في العالم الإسلامي، هنلاقي أولا في بغداد كان في مكتبة بيت الحكمة أو خزانة الحكمة، دي أسسها الرشيد وأكملها من بعده المأمون، ومكتبة المدرسة النظامية. هنلاقي في القاهرة إن كان في خزانة الحكمة اللي أسسها الحاكم بأمر الله الفاطمي. هنلاقي في الأندلس إن عدد مكتبتها زاد عن 70 مكتبة في أواخر القرن الخامس الهجري، وكانت بتضم حوالي 1,000,000 مجلد. وبعد كده كانت المكتبات الخاصة، ودي مكتبات أنشئت في بيوت الخلفاء والأمراء وكبار التجار اللي كان ليهم اهتمامات علمية وثقافية. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.